أما موانع التوبة ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، قالوا مطعمه حرام مشربه حرام وغذي بالحرام فإن يستجاب له. يعني مثل هذا الإنسان لو يتوبه على المعصية ما تقبل توبته من هذه المعصية. وإذا قال أهل العلم شروط صحة التوبة ثلاثة، شروط صحة حتى تقبل التوبة لها ثلاثة شروط، إذا لم يتحقق شرط من هذه الشروط فهذا لم تقبل توبته. هذه الموانع، وهي أن يقلع عن الذنب، أن يندم يشعر بالندم من داخله على هذا الذنب، أن يعزم على أن لا يعود إليه. فهذه الثلاثة إذا تحققت صحة التوبة، طبعا مع شرطين، وهو أن يكون قبل الغرغرة قبل أن تصل روح الحلقوم، وأنه يكون قبل طلوع الشمس المغربية، هذه يعني من علامات الساعة. فالقصد أن ثلاثة شروط. وإذا كان حق للآدمي رجعة، إذا كان سرق مالا من شخص أو كذا يريد له هذا الحق، فالقصد أنه أن يكون نادما، أن يعزم من داخل نفسه أنه لن يعود لهذا الذنب. الثالث أن يقلع، ما يصير الإنسان بيده كأس الخمر ويقول اللهم إني تبت إليك من الخمر، هذا كذاب، لأنه يدعي التوبة ما أقلع عن الذنب. كذلك الذي يعني مصر على أن يفعله مرة ثانية، يعني عازم أنه بعد ساعة أو بعد ساعتين سيشرب الخمر ويقول اللهم اغفر له ومرتب أموره، هذا كذاب في دعواه. والثالث أنه مو ندمان، ما يشعر بضيق ولا أسف ولا حزن ولا شيء، مستأنس من الذنب والعياذ بالله، هذه كلها تمنع قبول التوبة. لا، إذا رد توبة صحيحة، يعني أحيانا هذا يحدث كثيرا، الإنسان تكون توبة صحيحة ندم وأقلع وعزم على لا يعود، لكن نفسه ضعيفة ما قدر يستمر، بعد يومين بعدها ضعف، لكن كان صادق في الأولى لكن ضعف، لا هذا يتوب مرة ثانية، لا بالعكس هذا توبة صحيحة الأولى، يحتاج عاد شنو توبة جديدة وهكذا، ويستمر ولا يقص عليه إبليس يقول له أنت قاعد تلعب، هو أدرى بنفسه قاعد يلعب ولا لا.